يا مساء الفل على عيون كل مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة وتغير مع عيوننا، وعندنا ثلاث فقرات. فقرتنا الأولى هتكون معنا فيها دكتور رباب الرفاعي، وهنتكلم معاها عن مشاكل الشباب وما بعد مراحل الشباب اللي بتقابل كل سيدة وكل رجل. والفقرة الثانية مع دكتور محمد عماد، وهنتكلم معاه عن عمليات شفط الدهون ونحت القوام. والفقرة الأخيرة هتكون معانا فيها دكتور دينا أبو السعود وبشرتك مع ماسي. يلا نروح لفاصل سريع ونرجع نتابع فقرة. دايما بنبقى مهتمين قوي يعني الستات انها تعرف ايه الحاجات اللي بتخليها تعجز بسرعه، او بتخلي شكلها ان هو يكبر بدري. تقعد تبص في المرايه وتشوف لو في حاجه طلعت كده ولا حاجه طلعت كده. واحنا النهارده في حلقتنا دي عايزين نعرف ايه يعني الاماكن اللي بتعجز بسرعه او بتعجز عن اماكن، علشان نخلي بالنا منها ونراعيها ونبقى يعني كده ايه واخدين بالنا ويبقى عندنا ثقافه. خلوني ارحب بضيفتي اللي معايا في فقرتي الاولى، دكتور رباب الرفاعي، اخصائي جراحه التجميل بمركز نبض. يا اهلا يا اهلا. ايه الاحمرات الحلوه دي حبيبتي؟ من ذوقك، ربنا يخليك. بصي بقى، احنا دايما بنهتم قوي للستات انها تقعد تبص في المرايه كده وتدقق في حاجات معينه. انا عايزه اعرف منك في البدايه، هل في اماكن في وشنا بتطلع فيها تجاعيد قبل اماكن معينه؟ يعني هو في رولز معينه لموضوع التجاعيد ده؟ بالظبط، دايما في علامات، دايما بتسمعي كلمه علامات مبكره للتقدم بسن البشره او لشيخوخه البشره. دي حاجه مهمه قوي. ازاي التجاعيد على فكره وترهل البشره ما بيستاذنش؟ ازاي الست تصحى من النوم تلاقي تعرف ان هي كده خلاص حصل في تقدم في سن البشره ولازم يتعالج؟ بصي يا يمنى، هو المسؤول عن نضاره البشره وشدتها حاجات عوامل مهمه جدا، اغلبها المكون بتاعها بروتين الموجود في البشره، اللي هم ايه؟ الكولاجين والالاستين والفايبروبلاست. دول مهمين جدا عشان يدوا النضاره وشده البشره. تمام. لما بيبدا التقدم في السن، ساعات في سلالات معينه او في اسر معينه كده بيبقى الكولاجين عندها فيه نقص، فبتكبر بدري او بتعجز بدري. اهملنا في شرب الميه والكلام ده كله والجانك فود بيأثر، بيخلي العلامات دي تظهر بدري كده. طيب هي ايه اكتر حاجه؟ يمكن هنشوف الصوره الاولانيه الاولى العلامات بتاعه التقدم البشره. بتلاقي اول حاجه في ترهل وفي تجاعيد. التجاعيد حاجه والترهل حاجه. التجاعيد عندي منها نوعين، التجاعيد الديناميك الحركيه والتجاعيد الستاتيك اللي هي بتبان اتريست والسيده قاعده كده مفيش اي حاجه. تلاقي حد بيقول لها انت زعلانه، انت ليه مكشره؟ هتلاقي الساد لوك، هتلاقي النيزولابيا الفولد، هتلاقي الكلام ده كله. لكن التجاعيد الحركيه اللي هي مع الاكسبريشن بقى، مع الضحك، مع التكشيره، مع ودي معظمنا بتطلع له. بالظبط. دي بالظبط. بالذات لما يكون العضله ضعيفه، فعشان كده السيدات بتبان فيها اكتر. دي علامات بقى التهدل البشره او كبر سن البشره. بشوفي مع السهمين الاحمر بينزل مع الجاذبيه الارضيه. اول حاجه بتلاقي الجفون العليا بيحصل لها توزس او سقوط كده، فبنعرف من الجفون العليا ان احنا تقدمنا في السن او الكولاجين بتاعنا. اول حاجه بتعجز في وش الست ايه على طول كده؟ سين سؤال جيم جواب. سين سؤال، اول حاجه بتعجز في وش الست ايه؟ حاجتين. الصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي اللي فاتت هي الخدود لما بتنزل. عشان الكولاجين بيحصل سقوط، هي النيزولابيا الفولد والماريونات. الحاجه الثانيه طول الابر لاب اللي هي الشفاه العليا. اللي هي المسافه ما بين نهايه الانف وبدايه الشفاه العليا. المسافه دي بتطول، دي معناه ان حصل لوس اوف كولاجين والشفاه من كتر الزعيق طبعا بقى طول النهار وكده. فحصل السقوط، فاللاب الابر لاب دي المسافه بتاعتها، فتلاقي الشفاه بتاعتها ارق والمسافه اكبر. المسافه من اخر الانف للليب لاين، الابر ليب لاين، المسافه طولت. دي يعني دي العلامه بقى اللي تصحى تقول لا لازم كده اعوض الكولاجين، او لازم احقن فيلر، او لازم اظبط البشره. اوكي تمام. طيب تخيلي احنا بنتكلم قد ايه عن الحاجات دي، ولسه لحد الان بيجيلي رسائل على الانبوكس في الفيسبوك، انا عندي مشكله كذا كذا، استخدم بوتوكس ولا فيلر؟ يعني تعبنا من كتر ما بنقول ولسه امبارح دكتوره انا عايزه احقن فيلر فوق عشان التجاعيد، ممكن تحقني هنا بوتوكس عشان خدودي شويه؟ فلسه ما زلنا برده مغلطين في الاكسبريشنز. انا دايما بقول عشان نحل التجاعيد ماده الحقن البوتوكس بنبدا من سن صغير جدا، ملوش سن معين، هو والفيلر ملوش سن. دايما بقول لهم الفيلر من اسمه فيلينج، بيعمل امتلاء. امتلاء يعني لو عندي لوس فوليوم او منطقه نزلت مع السن بقى، مع العمر، مع الترهل، مع الخسسان الشديد جدا، نعمل لها ريفيلينج، بعمل فوليوم بالفيلر. الفيلر ده عباره عن هيالورونيك اسيد. لكن خلينا في البوتوكس.
البوتوكس ده ماده بروتينيه بسيطه جدا مستخلصه من البوتولينم توكسين، تمام؟ بتبقى معالجه بطريقه معينه ليها تركيزات معينه، بنحقنها في اماكن معينه بدوزز مظبوطه، جرعات محدوده بالظبط في عضلات معينه، بهدف ان انا اولا التجاعيد التعبيريه تتوقف تماما لمده سنه، من 8 شهور لسنه. انا مش بعمل ماسك فيس، انا مش بضيع التعابير بتاعتك، انت هتتحكي وهتكشري وهتعمل كل حاجه، بس مش هيبقى فيه رانك الحاجات اللي تجاعيد. تمام. يمكن الفيديو اللي معانا هنوضح فيه ازاي بيحصل الماركينج لحقن البوتوكس. بصي، يوم لا يكاد يكون التعليم او الماركينج ده يبان حاجه بسيطه من بره، لا هو كل اشاره بتدل على عضله معينه. اوكي. والعضلات خريطة بقى بالظبط كده. فالعضلات دي بتبقى متقاربه من بعض جدا. لو اتحقنت عضله مكان عضله ممكن يعمل لي رياكشن تاني، او ممكن يرفع حاجب وينزل حاجب. فعشان كده مهم قوي ان يكون الدكتور والبروفيشنال في ان هو يحقن وعارف الدوزس وعارف الخريطه بتاعت كل وجه على حده. شوفي دي التجاعيد اللي هي الكراوس فيتس اللي احنا بنسميها، وهي عندها ثابته من غير ما تعمل حاجه اهي. لا، وكمان لما بتقفل عينيها مع الابتسامه بتزيد اكتر. فانت هنا بتحددي عضله الاوربيكولاريس اوكولاي اللي هي العضله الدائريه اللي حول العين. تمام. انت عارفه طبعا ان العضلات بتاعه الوجه عامله انسرشن او عامله مصب في الجلد، فاي حركه للعضله بتلاقي ايه الجلد هو اللي تهز. وشوفي هنا حقنا بدوز معينه، حتى عدد شرط معينه بتدخلي فيه عضلات، سواء كان الكورجيتور او الفرونتالس حسب العضله اللي انت بتستهدفيها. الهدف هنا ايه؟ ان انا بدي دوزس معينه يعمل لي ريلاكسيشن للعضله. تمام. العضله لما ترتخي كل التجاعيد اللي انت شايفاها دي كلها بعد ثالث يوم الحقن لحد عاشر يوم بعد الحقن بتلاقي المنطقه دي ما عادش فيها الرينكلز والتجاعيد اللي موجوده حاليا. طيب، حتى لو هي ثابته كده يعني احنا شايفينها هي من غير اي رياكشن، هي اوريدي موجوده. بالظبط. هتتفرد عشان سنها برضو. هتتفرد. وطبعا ده ديبندز على ان هي حقنت قبل كده. حقنت قبل كده كم مره؟ بتفرق. بتفرق في ايه؟ بصي، اول حقن دايما بتكون العضله مهيئه وعضله قويه مهيئه لامتصاص البوتوكس حلو قوي. فبيكون الاستجابه 100%. تمام. بعد كده لو هي حقنت بتاول مره في الحقن بتقعد سنه معاها البوتوكس. سنه. بعد كده الوقت بتاع البوتوكس بيقل شويه، بيوصل ل8 شهور او 6 شهور في عدد تكرار مرات الحقن. لان العضله خدت على حقن البوتوكس وعلى الريلاكسيشن. طب معنى كده، لو معنى ان هي خدت، ان هي مش بترجع بنفس الشده اللي احنا شايفينها كده دي؟ لا، يعني هو بيحسن برضو من الشكل جداً العام جداً مع الوقت جداً. ولا هو بيبقى نفس الشكل وبتقصر المده؟ لا، اصل هما كده يقولوا احنا، لا احنا كده مش معه كده. المده بتقصر وهو نفس الموضوع. لكن لو الموضوع بيتعالج مع الوقت او بيروح مع الوقت، فهماني؟ يعني هي عملت اوكي اوريدي كل تمام. مده قصيره. تمام. بس اوريدي مش التجاعيد مش شديده زي ما كانت اول مره. بالظبط كده. فبتبقى دي دايما انا بشرح للبيشنت اقول لها لو انت السنه دي بنحقن النهارده 11 كسره او 11 تجاعيده في الوجه، السنه الجايه لما هنيجي نحقن هيبقوا 6 او 8. ده اللي انا اقصده. بالظبط. ده اللي انا اقصده. الصوره اللي معانا دي ده بقى البيفور والافتر اللي احنا بنشرح عليه البوتوكس واثره التجميلي في حقن في الابر فيس. شوفي بعد التكشيره وال 11 والكلاب هلا، شوفي الافتر بتاعها، هي بتعمل رياكشن بتاعها، هي بتضحك بتكشر بتعمل كل حاجه. بس without wrinkles، من غير تجاعيد. بالظبط كده. بالظبط. وانت قلتي معلومه مهمه قوي ويمكن بسطتيها يا رباب، ويمكن ده اللي انا دايما بنقوله، انه بدل ما تحقني يعني، عشان الناس اللي بتقول انا هتعود ان انا اعمل فيلر او هتعود ان انا اعمل، دايما بقولها اختياري زي ما انت عايزه. لا، بس انت قلتي حاجه لكن مهمه، لكن بيعالج، لان السنه قعدت العضله السنه مرتاحه مرتخيه. وانت قلتي حاجه بسيطه قوي، بدل ما هتحقني 12 تجعيده مع الوقت هيبقوا 8، مع الوقت هيبقوا 6. فده معناه انتوا ممكن تتعودوا على الحقن، بس هتقل الجرعات وهيقل المشكله، هتتعالج المشكله نسبيا. بالظبط. المشكله بتتعالج نسبيا. بالظبط. تمام كده. ده بالنسبه للبوتوكس. كمان استعمالاته التجميليه البوتوكس كمان، زي ما احنا قلنا في الجامي سمايل بيعمل ارتخاء للشفاه العليا عشان اللثه ما تبانش. بنعمل بيه النيفرتيتي مانوفر او النيفرتيتي ناك، اللي هي نحته الجو لاين. لو انا عندي هنا ترهل البسيط قوي وعايزه انحت الجولاين، لان احنا اتفقنا ان هو من علامات الجمال، بنحقن هنا بوتوكس عشان نفرد بيه او ننحت بيه. وساعات برضو بنحقن في الرقبه. دي استعمالات التجميليه للبوتوكس. تمام. طيب، في ناس كتير قوي برضو بتبعت تقول ان هي عندها وشها فاضي. تمام. خالص.
وبيسالوني انا يعني انا عايزه اكون تتجوز واحنا محتاجين قد ايه او عاوزين نحقن قد ايه، هل يعني هو في اسطمبه معينه او جرعه معينه للحقن الفيلر بالظبط؟ هو انت كده جاوبتي على السؤال. لا هو مفيش اسطمبه معينه، مفيش واحده تقول لي على التليفون او واحده تقول لي طب انا هحقن قد ايه بالظبط. لا اكوردنج، وخلي بالك الفيلر بالذات ملوش خريطه، ده اكوردنج انت ملامحك قد ايه، انت وشك صغير ولا لا، في خدود ولا مفيش خدود، طب الخدود واخده الوجه كامل ولا هي الخدود العليا اللي هي مع عظام الفكين. يعني دي كل بتختلف من بيشنت لبيشنت. لكن انا لما اشوفك واحدد مشكلتك ايه نقدر نحدد انت محتاجه قد ايه. حتى عارفه الرواد بيسالوني على تكاليف، طب انا ازاي يعني ازاي حتى هتتقال واحنا ما شفناش الحاله ولا انت شفتي الحاله؟ قبل التكاليف نشخص الحاله هل هينفع لك ولا لا. الدبريشن اللي عندك ده فين ومحتاج ايه؟ في ناس بتبقى نحيفه جدا، مش نحيف لدرجه ان مش هيكفيها يعني الفيلر هيبقى كتير، هيبقى زياده. انا هقول لها لا هتحقن هتتكلف بالزبط. يعني تقصدي هتتكلف كتير. هقول لها لا التكلفه دي طب نعمل دهون بالظبط هتبقى دهون. فلازم التشخيص الطبي اهم دلوقتي من المصاريف بالظبط، فنشخص صح عشان يقعد معاكي فتره اطول وتوصلي لشكل صح، ده الاهم. صحيح يا جماعه، يعني كل الناس اللي بتبعت فعلا زي ما دكتوره رباب قالت التشخيص اهم، هو ده اللي هيتحدد عليه بناء على التكاليف بقى، هيتحدد عليه شكلك هيبقى عامل ازاي. طيب الفيلر من الحاجات اللي الهايله جدا، ودلوقتي معظم الستات عاملين فيلر وما بيقولوش. وعاوزه اقول لك التين ايجرز من البنات، لان دلوقتي ماده الهيالورونيك، ما هو الفيلر ماده هيالورونيك اسيد، الهيالورونيك اسيد ده بيستخدم في النضاره دلوقتي. فانا عاوزه اوريكي برضو الاماكن اللي احنا ممكن نحقن فيها فيلر فين. بصي تحت العين لو كانت غائره ممكن نعلي تحت العين بالفيلر. اوكي بصي ده فيديو بنوضح فيه ازاي بنعمل الخدود، ازاي بنرسمها. خصوصا لو انا عندي بير شيب، يعني عندي خد شكل الكمتره اللي هو الخدود العاليه، تمام. شوفي بحقنها بالفانينج مانوفر، يعني بطريقه الحقن المروحه، تمام. عشان اعمل تجميل يا جماعه، هو مش خدود وخلاص، انا عارفه مش خط كده تحقني، مش بالونه بالظبط كده. فاحنا بنرسم رسمه تتماشى مع عظام الوجه، تتماشى مع عينيكي شكلها ايه، انفك شكله ايه، الفم شكله ايه. فلازم تترسم، عارفه نحت بقى بالزبط. فبترسم الفيلر اكوردنج انت الفيس بتاعك شكله ايه، وبالفانينج مانوفر او بطريقه المروحه زي ما احنا وضحنا. الفيلر بقى ايه، احنا قلنا ده هيالورونيك اسيد ماده مالئه، تمام. ليها تركيزات معينه. طيب التركيز المعين العالي بستعمله للخدود عشان تبقى اوفر فوليوم او تديني شكل وديوريشن اطول، تقعد فتره طويله. الاقل شويه ممكن املى بيه النيزوليبيال فولد اللي هو هنا مع الماريونات. الاقل برضو ممكن اعمل بيه التير تراف، اعمل التركيز الاخف اعمل بيه تير تراف اللي هو مجرى الدموع. ساعات بتبقى العين غائره وبيكون ده سبب في الدارك سيركل بنحقن بيه. شوفي هنا الخد بيفور اند افتر في ديبريشن كده، في حفره في دي التير تراف اللي انت قلتي عليها. لا دي الخد، دي الخد نفسه. شوفي في حفره كده في الخد. شوفي بعد الفيلر في الصوره الافتر بقت عامله ازاي، بقت ريكونتورنج، بتصلحي تاني اللي حصل. قيسي على ده بقى الشفايف. لو هنعمل لها ريكونتور تحديد او نعمل لها فوليوم، نرسم نحدد ولا نعمل لها فوليوم. فالفيلر ماده مالئه غير البوتوكس خالص يا جماعه. تمام. احنا فقرتنا خلصت، كنت عايزه اتكلم عن الخيوط اللي دي هايله وصايحه جديده. انا بحب اتكلم معاكي قوي على فكره. وبحبك بصفه شخصيه. ميرسي ليك يا رباب. دكتوره رباب الرفاعي اخصائي جراحه التجميل بمركز نبضه. هنروح لفاصل، بعد الفاصل هيكون معنا دكتور محمد عماد، استنونا بعد الفاصل. احنا النهارده فقرتنا دي هنحاول نتكلم عن بعض المفاهيم الغلط اللي الناس تنقلتها كده مع بعض عن عمليات التجميل. والمفاهيم الغلط دي طبعا بتخليهم يقلقوا شويه او يبقى عندهم خوف شويه، ده نتيجه للمعلومات المغلوطه طبعا اللي بيتناقلوها مع بعض والخبرات السيئه. خلونا في البدايه نرحب بضيفنا اللي معانا في فقرتنا الثانيه، دكتور محمد عماد استشاري جراحات التجميل بمركز نبض. اهلا يا دكتور محمد. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اكيد انت كل يوم بتسمع يعني عشرات المفاهيم الغلط، والناس بتبقى جايه قلقانه وخايفه شويه. في ناس وفي ناس. انا عاوزه اعرف هل القلق ده راح بنسبه كبيره ولا لسه في ناس قلقانه وقلقانين ليه؟ طبعا عمليات فصل الدهون دي عمليات ابتدت من حوالي يمكن 60 سنه، وكان ال 60 سنه اللي فاتوا دول اتصبوا كلهم في اتجاه واحد، ازاي نامن المريض سواء
اثناء العمليه او ما بعد العمليه، وان احنا ازاي نحضره وازاي ان احنا نجهزه ونعمل الكلام ده كله. طبعا الناس كان زمان في اساليب بتؤدي الى ان مثلا المريض ده ينزف بعد العمليه او يصاب بعض المضاعفات او ان هو كان مثلا يحصل له زي ما كلنا عارفين انه مثلا ممكن يحصل له حاله وفاه بسبب التخدير. كل ده بتقدرنا ان احنا نتغلب عليه بشكل كامل، سواء ان هو ان احنا نتغلب على ان هو النزيف والمضاعفات دي، ابتدينا ان احنا تقريبا ما بيبقاش فيه نزيف خالص، ما بيبقاش فيه اي مضاعفات اكتر من الورم اللي بيستمر فتره صغيره وبعد كده بيختفي. غير كده احنا بقينا بنجري العمليات دي تحت تاثير بنج جزئي، فما بقيناش نحتاج البنج الكلي اللي هو كان بيخوفنا كلنا. لا، ده الموضوع بقى اسهل من كده. طبعا التطور في اجهزه التخدير والتطور في بنج جزئي في كل الاماكن الجسم، كل ولا في الاماكن اللي هي من تحت مستوى الصدر لحد تحت خالص بنقدر ان احنا نشتغل عليها بنج جزئي. اوكي، بطن بنج جزئي، بطن ممكن بنج جزئي، شد بطن بالكامل ببنج جزئي، يعني جزئي يعني واحد بقى صاحي وبيتحرك وخلصنا بيقوم ياكل مباشره، ما فيش اي مشاكل بالنسبه له، بيمارس حياته بشكل طبيعي. بس هو مجهد شويه بعد العمليه، حاسس ان هو طبعا مش اول يوم بيبقى وارم، تاني يوم بيبقى وارم، بس الفكره ان هو كل اللي حاسه ان هو مجهد شويه بعد العمليه، لكن بيقدر يتحرك وواعي وبيتكلم معانا ونوع نرغي طول العمليه اصلا، فبيبقى الموضوع لذيذ يعني، مش حاجه صعبه يعني. تمام. طيب في ناس كتير قوي عندها مشكله ومش عارفه تعمل ايه، او مش عارفه هي المشكله دي محتاجه انها تروح للدكتور ولا تعمل دايت ولا تعمل ايه، بالرغم ان هم بيبقوا عملوا 50 مره دايت بس مش عارفه يعني، هم خاصه اصحاب السمنه الموضعيه. ده اكيد. هم طبعا احنا هنا بنتكلم على الاشخاص اللي هم بيعانوا من سمنه موضعيه، او يعني نرجع نعرف يعني ايه سمنه موضعيه. سمنه في مكان احنا وزننا طبيعي او بلس الطبيعي مثلا ب 10 ل 15 كيلو، وبعد كده بنقول ان هو انا عندي منطقه في جسمي مضايقاني، يعني مثلا بطني مضايقاني، بطني وجنابي مضايقاني، في عندي تنايات في ظهري مضايقاني، عندي مثلا منطقه حوالين ركبتي مضايقاني، اقدر احدد المكان اللي انا مضايقني بشكل مباشر. فبالتالي الاشخاص دي بنقدر ان احنا من عمليه صغيره قوي عن طريق فتحات صغننه جدا وعمليه امنه جدا وهي هم صحيين، نقدر ان احنا نشفط الدهون دي ازاي، نشفط الدهون الزياده عن اللي هي بتؤدي ان شكله يبقى مش حلو او ان الكيرفات بتاعته مش موجوده. هو ده اللي احنا بنعمله، ان احنا بناخد الدهون، مش الهدف ان احنا نفضي الشخص ده من الدهون، لا، ده احنا الهدف ان احنا نرسم الدهون دي ونرسم ازاي الكيرف بتاع جسمه شكله عامل ازاي، الكيرف بتاع بطنه يبقى شكله عامل ازاي، ظهرها من غير تنايات من غير اي حاجه خالص، نرسم الكلام ده كله ونقدر نطلع الرسمه دي من عن طريق فتحات صغيره قوي والموضوع ينتهي. الموضوع بعد كده يبقى عباره عن ان انا حاسس بحبه اجهاد لمده يومين ثلاثه، وبعد كده حبه ورم برده بيستمروا فتره صغيره ويختفي وكل الاعراض دي بتختفي. فالموضوع بقى امن جدا، ما بقاش في الموضوع في ريسك او في حاجه احنا ما بنبقاش عاملين حسابها، لان احنا تقريبا بنشتغل الحالات دي تقريبا كل يوم وبتم شغل، ويمكن دي اكتر عمليات على مستوى العالم بتتم يوميا. فبالتالي بقى الموضوع الامان والتامين بالنسبه للمريض بقى سهل قوي. يعني يمكن من اكتر البلاد اللي بتعمل شفط دهون على مستوى العالم من اكتر البلاد هي مصر، لان احنا عندنا فوق 90 مليون وبيجي لنا ناس كمان من خارج مصر، فاعتقد ان انتوا خلاص يعني الاطباء التجميل الشاطرين بقى عندهم يعني الحاجات دي بقت تتعمل كتير بشكل يومي. أو بتنعمل بشكل يومي، وبقى المرضى بتخرج وبتخش بشكل يومي. معدل المشاكل اللي بتحصل لهم يمكن معدل اقل من 1%، يعني معنى كده ان احنا تقريبا العمليه امنه تماما، ما عندناش تقريبا اي حاله حصل لها مشكله كبيره بمعنى اصح. ممكن حاجات صغننه لكن لا تتعدى اقل من 1%. فبالتالي كده معامل الامان للعمليه دي بقى عالي جدا، ما بقاش فيها الخوف اللي كان بيخوفنا زمان. يعني نقدر نقول ان هي عمليه صالحه لاي حد عنده سمنه موضعيه يا دكتور، لو ما عندوش مشاكل مثلا كبيره، يعني هي عمليه من العمليات السهله. عمليه سهله، عمليه اليوم الواحد اللي هي بتتم خلال فتره صغيره جدا، والشخص ده بنشجعه انه يرجع لحياته الطبيعيه خلال مثلا من 3 ل 4 ايام، 5 ايام ماكسيمم، بالذات لو احنا كنا اشتغلنا منطقه واحده او منطقتين، فبالتالي بيبقى الموضوع بالنسبه له سهل قوي، ما بيبقاش فيه مشكله. طيب، وشد الترهلات برده من العمليات، اعتقد هي بتحتاج راحه شويه اكتر. راحه شويه اكتر، بس برده هي عمليه امنه. ليه هي عمليه امنه؟ لان احنا جسمنا عباره عن لايرز كده، طبقات متتاليه فوق بعضها، بمعنى صح ان هو الطبقه الخارجيه ده الجلد وتحتي طبقه دهون بسمكه معينه، وبعد كده طبقات العضلات المختلفه ورا بعضها.
تحت العضلات دي بيوجد طبقه بروتون، وتحتها بقى الانسجه الداخليه بتاعتنا اللي هي المعده والامعاء والرحم والمبايض، كل الحاجات دي موجوده جوه. احنا مش شغال على الطبقه الخارجيه بس اللي هي ما بين الجلد وما بين العضلات. فبالتالي احنا خارج جدار البطن بمعنى اصح. فبالتالي اخطر او اكتر المضاعفات اللي ممكن تحصل للمريض ده بعد العمليه لا تتجاوز ان هي مشاكل في عمليه الالتئام بتاعه الجرح، مشاكل في ان المنطقه بتاعه الجرح مثلا شكلها مش عاجبه قوي او شكلها مش عاجبها قوي. فبالتالي هي دي اقصى مشاكل ممكن تحصل للشخص ده بعد العمليات دي. طبعا الجرح والحاجات دي ما تقارنش اصلا بالترهل اللي كان موجود عندهم قبل العمليه. فبالتالي بقى الموضوع سهل، ما بقاش برده فيه الريسك العاليه، وبرده بقينا بنتم نقدر ان احنا نعمله تحت تاثير بين جزئي. فبالتالي بقى الموضوع كله برده عباره عن حاجه سهله بسيطه وتتم في خلال يوم واحد، ويقدر يروح خلال يوم او يومين من المستشفى. طيب من الحاجات برضو اللي السيدات بتهتم بيها قوي بتمثل مظهر من مظاهر جمالهم بشكل كبير، مشاكل الثدي المختلفة، خاصة لما بتبقى الست دي خلفت كام مرة وحصل لها بقى يا إما ترهل يا إما مشاكل مختلفة، ودي بتعاني منها مش بس المتجوزين، يعني في بنات بتبقى حالتهم النفسية سيئة جدا بسبب مشاكل زي دي. هو مشاكل الثدي تنحصر في ثلاث حاجات رئيسيه. اولا يا اما حجم الثدي نفسه صغير، فبالتالي اصلا صغير والنسيج بتاعه بقى صغير قوي، وبسبب الرضاعه المتتاليه فبقى النسيج نفسه بيضمر شويه، فبالتالي بيحتاج ان احنا نكبر حجم النسيج ده او نزرع مثلا سيليكون او ان احنا نحط مثلا نزرع دهون تحت العضلات، فبالتالي نرفع حجم الثدي. انت بتفضل ايه؟ الدهون ولا السيليكون في الثدي بالذات؟ في الثدي بالذات لا طبعا، وضع السيليكون اظرف واحسن، لان حقن الدهون ده ليه متطلبات معينه. ان حجم الثدي نفسه او النسيج بتاع الثدي نفسه لازم يكون ليه تخانه معينه، ولازم يكون ما عندهاش ترهل لدرجه يعني ما يبقاش لا يتعدى حاجه بسيطه كده يعني من الترهل. فبالتالي بقى هي تنفع لاشخاص محدده بالظبط، لكن ما ينفعش ان احنا نقولها على المشاع ان هو ينفع لحقن الدهون لكل الستات اللي هي بتعاني من صغر في حجم الثدي. لكن على العكس تماما، السيليكون ينفع لكل الناس اللي بتعاني من حجم صغير في الثدي، وحاجة امنه جدا ما بتسبب لهمش اي مشاكل، ملهاش علاقه بالاورام، ملهاش علاقه باي حاجه. فبالتالي وهي حاجه متوافق عليها من منظمه الصحه العالميه ومتابعات اكتر من 30 ل 40 سنه، فبالتالي ما بقاش فيها الريسك برده اللي كنا بنخاف منه. ودايما نسمع من المرضى اللي هو ان هي بتسبب ورم، لا هي ما بتسببش حاجه. هل هي بتسبب اي امراض؟ دي من اكتر العمليات اللي بتتعمل دلوقتي في كتير، يمكن تاني اكتر عمليه بتتعمل على مستوى امريكا خلال السنه اللي فاتت. تاني اكبر عمليه بتتعمل هناك كانت تكبير حجم الثدي. فبالتالي بقت الموضوع very easy، ما بقاش اللي هو زي ما احنا اتفقنا ان الموضوع ما بقاش فيه الريسك العنيفه قوي اللي كانت بتبقى موجوده زمان. طيب هي عمليه سهله يعني ممكن جداً. واحده ما اتجوزتش لسه تعملها وما تعانيش من اي مشاكل بعد كده خالص، لان احنا جزء من عمليه الزراعه بتاعه السيليكون احنا بزرعه بشكل مختلف شويه. ان احنا بنزرع جزء من السيليكون، الجزء الاعلى من السيليكون ده هو اللي بياخد الجزء من النص الاعلى من الثدي، ده بيبقى موجود تحت العضلات. الجزء السفلي من الامبلانت نفسها بتبقى موجوده تحت الغده نفسها. فبالتالي يبقى احنا كده استفدنا حاجتين رئيسيتين. اول حاجه ان عمرها ما هتقدر تحدد مكان بدايه السيليكون ونهايته او بدايه الامبلانت ونهايتها. وتاني نقطه ان هو ان السيليكون نفسه ما بيتحركش من مكانه خالص، وبيديني الكونتور اللي انا عايزه بدون ما المس الغده نفسها خالص. يعني الغده بتاعه ما بيتحركش. انتوا حاطينه بتكنيك معين؟ تكنيك معين، جزء منه تحت العضلات وجزء منه تحت الغده. الكومباينيشن او ان احنا نجمع الطريقتين المختلفتين ان هو يتزرع تحت العضله وجزء منه تحت الغده بيدينا بقى مميزات كتيره جدا. ما بيبقاش منها ان هو يتحرك او يبقى شكله غريب او ان هو يحصل تكيس حواليه، بقت بتدينا مساحات ان احنا ما بنشوفش المشاكل دي من العمليه بتاعه تكبير الثدي بحد ذاته. اذا هي من العمليات السهله. وعامه يا جماعه، وعمليات التجميل بقت دلوقتي شائعة جدا، زي ما قلت لحضرتك بتعمل يوميا، وما بقاش فيها الريسك اللي كان زمان بنشوفه. بالعكس بقى الموضوع سهل، ودايما بندور على الاكسس، اصغر اكسس او اصغر تدخل يدينا افضل نتيجه. هو ده اللي احنا دايما بنفكر فيه، ازاي اعمل اقل حاجه وتديني افضل نتيجه. ميرسي يا دكتور محمد على وجودك معايا. دكتور محمد عماد استشاري جراحه التجميل بمركز نبض. فقرتنا دي خلصت، هنروح لفاصل. بعد الفاصل بشرتك مع ميرسي. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم. كريم غني بالكثير من المواد الفعالة، أكثر من 58 عنصر أهمها
جزيئات الذهب الخام عيار 23، الكافيار، الكولاجين. يستخدم ماسي دورو جولد كمضاد للتجاعيد وللقضاء على آثار الشيخوخة، كما يستخدم في تفتيح وتوحيد لون البشرة وتغذيتها وترطيبها بالكامل. ماسي دورو جولد هو أقوى مستحضر تجميل في العالم، لأنه الكريم الوحيد اللي قادر أن يصغر في سن البشرة شكلياً 10 سنين بعد استخدامه سنة كاملة. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخالص عيار 23، الكافيار، السيراميد، ومادة الفيلر هايلورونيك أسيد، وكمان يحتوي على الكولاجين. مع كل مرة بنستخدم فيها ماسي دورو جولد بنحس بنضارة وبسخونية، نتيجة أن الذهب بينشط الدورة الدموية وكمان بيشد الجلد. يستخدم لجميع الأعمار من الرجال والنساء، لا توجد له أي أثر جانبية، وفي حالة استخدامه لمدة عام كامل يساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر 10 سنوات. ضغطة واحدة تكفي ليتم توزيعها على كافة أجزاء الوجه والرقبة مع التدليك المستمر برفق من أسفل إلى أعلى حتى تمام الامتصاص. ماسي دورو جولد مترخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي، وشركة ماسي فارم هي الوكيل الحصري لمنتج ماسي دورو جولد، يعني مش هتلاقوه في أي مكان تاني غير على الأرقام اللي ظهر على الشاشة قدام حضراتكم، منعاً للتزييف والغش التجاري. ماسي دورو جولد الكريم الوحيد في العالم اللي هيرجع البشرة 10 سنين أصغر. أهم فوائد ماسي دورو جولد أنه بيصغر في سن البشرة شكلياً 10 سنين، بيعالج التجاعيد، بيحارب شيخوخة الجلد، بيفتح لون البشرة، بيعالج الهالات السوداء والنمش، بيعمل رطوبة ونضارة عالية جداً في البشرة، وكمان بيشد الجلد. ماسي دورو جولد بيتحط مرة واحدة قبل النوم، هتلاقي نضارة عالية جداً في البشرة. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. رجعنا مرة تانية وبشرتك مع ماسي. خلوني أرحب بضيفتي العزيزة دكتور دينا أبو السعود، المدير الطبي لماسي فارم. عاملة إيه يا دينا؟ تمام يا يمنى، كله تمام؟ كله حلو. عاملين قلبانة والناس عمالة تبعتلي على الفيسبوك رسائل كتير قوي، وطبعا كله بيسأل عن حاجات كتير يعني مختلفة ومتنوعة، بس معظمهم عندهم مشاكل، يعني عارفة اللي عنده تجاعيد واللي عنده هالات سودة واللي عنده بقع واللي كتير كتير قوي الأسئلة. تمام، بصي ماسي دورو جولد بيعالج كل المشاكل اللي قلتي عليها. طبعا لو تجاعيد غائره جدا لا غنى عن الفيلر والبوتوكس، لكن ماسي دورو جولد هل بيتعارض مع الفيلر والبوتوكس؟ لا، لا يتعارض تماما، بالعكس بيعزز، بيعمل برولونجيشن او بيعزز الفيلر والبوتوكس وبيخليه مده اطول. بيعالج الهالات السوداء، بيعالج النمش طبعا، لان الذهب بيقلل افراز الميلانين وبيرجعه لحجمه الطبيعي، فهو بيعالج المشاكل دي كلها. وكمان الكافيار والكولاجين الموجودين في ماسي دورو جولد بيعالج الهالات السوداء والنمش. طيب في ناس كتير قوي بتقول ان هي عندها تجاعيد رفيعه ما وصلتش للمرحله ان هي تكون بيعالجه، ما هو ده هو كافي؟ طبعا طبعا، لان التجاعيد الرفيعه بتبقى بدايه ظهور التجاعيد، هو بيعالجها واليمينيت تماما. في سيدة عندها كانت 111 كلمتنا، مبسوطة جدا من نتائج ماسي دورو جولد اللي اشتريته، وعالجت لها 111 في ظرف شهر. يعني بسرعة جدا. في ناس كتير قوي عالج لها فعلا الفاين لاينز، وعالج لها النمش والهالات السوداء 100%. ده اكيد. لو الناس بتقول، ناس كتير بتقول ان ماسي دورو جولد غالي، امبارح لو كنت يعني عايزه اقول للناس، ما بستأذنك يا دينا، عايزه اقول للناس اللي بتبعت لي على الفيسبوك كلام ملوش لازمه، يعني بزعل منهم جدا. يعني بلاش الكلام ده، يعني الموضوع عاوزين حاجه او مش عاوزين خلاص. هي طبعا هو عرض وطلب، بس بيقولوا ان هو غالي جدا. انا امبارح بجد كنت في شوبينج سنتر، كنت بتفرج على الكوزماتكس اللي تحتوي على الكافيار فقط، لقيتها نفس سعر ماسي دورو جولد، وفيها كافيار فقط، لكن ماسي فيه 56 عنصر مش بس كافيار. لقيت براند تاني بذهب اغلى من ماسي دورو جولد مره ونص. يعني حاجات الكوزماتكس طبيعي انها تبقى غاليه، يعني ده بقوله. ويقول لك كمان انتوا مش حاسين بيه، احنا زيكم على فكره، مفيش فرق خالص خالص بين يعني كلنا زي بعض بالظبط، فمفيش الكلام ده، عشان الكلام ده انا حبيت اقوله على الهوا. اكيد، لان يعني وبعدين احنا بنبيع حاجه كلها ذهب. اي حد بيشتري الذهب بيعرف ان الذهب غالي جدا.
بنبيع منتج فيه حاجات غاليه جدا. الكافيار لوحده غالي، الكولاجين، السيراميد، ماده الفيلر، حقنه الفيلر غاليه جدا. هم لو يسالوا هيعرفوا، هم عايزين يعرفوا ليه غالي، لان هو فيه كل المكونات دي وبيصغر في سن البشره شكليا 10 سنين بعد استخدامه سنه كامله. فطبيعي ان مش هنبيع حاجه كده غير لازم تبقى غاليه، لان مردوته على البشره ده اكيد. هو بيقعد مفعوله سنه ولا هو في خلال السنه؟ في خلال السنه بيصغر شكليا 10 سنين، بيعالج كل مشاكل البشره. ممكن ندي رينج من شهر لثلاث شهور بيبتدي تحس تحسن، تحس بتحسن ملحوظ في بشرتها. يعني وعايزه اقول كمان اللي انا بتكلم عنه، لما قلت ان الكريم اللي بالكافيار قد سعر ماسي كان 50 ملي فقط يا جماعه. ماسي دوروجولد 120 ملي. يا ريت تنزلوا كده الماركتس وتشوفوا يعني بجد والله العظيم موضوع، يعني بحس انه في ناس بالزبط. ما عندها يعني هي بتسمع الموضوع وهي ما عندهاش خلفيه قبل كده او خبره في الموضوع. يعني انا برضو ايه نحب نقول لا، هم ما عندهمش يمكن خبره بالمواد الكوزماتكس اسعارها ايه. بالظبط، فاهمه؟ يمكن ناس كتير ما نزلتش شوبينج سنتر وعرفت البراندات بتتباع بكام. فبراندات ب 50 ملي و 20 ملي بجد اغلى بكتير من ماسي دوروجولد. طيب احنا عاوزين نعرف دايما السكس اكشنز الاساسيين بتوعهم، حتى هم مكتوبين ورا السكس اكشنز اهو، انا هقراها لكم على طول. في حاجات بتبقى بالعربي صح؟ فلاير بالعربي بيروح عشان هو المنتج ايطالي من مصنع ايجوتيك، من اكبر مصانع تصنيع كوزماتكس، فكل الكلام بالانجلش، فالناس اللي بتحب تقرا عربي اوريدي جايب لهم فلاير بالعربي. يعني السكس اكشنز: انتي رينكل يعني مضاده للتجاعيد، انتي ايج محاربه لشيخوخه الجلد، وايتنينج بيفتح لون البشره، بيوحد لون البشره. يعني ايه وايتنينج؟ يعني بيفتحها، بيعالج النمش، بيعالج الهالات السوداء، بيعالج البقع. موسترايزنج بيعمل رطوبه عاليه جدا في البشره، بالنسبه ان احنا داخلين على صيف والبشره هتجف قوي، فهو ماسي دوروجولد بيعمل رطوبه عاليه جدا للبشره. في الشتاء بتبقى ناشفه اكتر بالنسبه لك. بس انا اصلا ما كمان بشربش ميه خالص، فانا بعوض عدم شرب الميه بماسي دوروجولد. في ناس كتير قوي بتسالني هل بتستخدمي ماسي دوروجولد؟ انا بستخدمه طبعا يوميا، وعامل معايا نتائج اكتر من ممتازه. يعني نورشنج بيعمل نضاره عاليه، وفيس ليفتنج بيعمل شد للجلد. طيب لان الذهب فعلا بيشد على كده اهو على الشاشه، ترخيص وزاره الصحه المصريه والاتحاد الاوروبي. وطبعا رقم الترخيص موجود على العلبه، ترخيص وزاره الصحه المصريه رقمها موجود على العلبه بتاعتنا. وطبعا بتسالي ليه بتطلعوها كل مره؟ قولي لهم انت بقى ليه بنطلعها كل مره. بنطلعها كل مره عشان بندي الامان اكتر للعملاء بتوع ماسي دوروجولد. دي حاجه بتتحط على البشره، فاحنا اعتقد احنا الشركه الوحيده اللي مطلع التراخيص عادي جدا على الشاشه. لان طبعا اي حد هيبقى حاطط حاجه على بشرته لازم يعرف ان هي مترخصه وانها امنه جدا انها تتحط على البشره. صحيح. وكمان هو مش موجود في الماركت خالص زي ما انا قلت في الاعلان منعا للغش والتزييف التجاري، هو موجود على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه فقط. زي برضه في حد يقول لي انتوا لازم تنزلوه في الماركتس، انتوا كده بتصعبوا علينا احنا. لا احنا على فكره عايزه اقول احنا مش بنصعب، بالعكس احنا عندنا مندوبين في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، جوه القاهره وبره القاهره، وكمان بره مصر. ايه الاخبار؟ بره مصر بنبيع كتير جدا، يعني اوريدي في السعوديه والكويت ودبي، يعني كل الدول، وحتى في اوروبا دول العالم كلها بيشتروا عن طريقنا احنا. بنتعامل مع شركه شحنه معينه بتوصل لهم المنتج. وبالنسبه للمندوبين احنا عندنا مندوبين في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، والتوصيل بيبقى دليفري فور فري، يعني التوصيل بيبقى مجاني. طيب في برضو ناس بتقول هل في اي حاجه تمنعهم من ان هم يحطوه، او في يعني اي ناس لا ناس؟ لا هو لا يحتوي على اي اعراض جانبيه خالص. سيف حتى للحوامل، مفيش اي مشكله. سيف للبشره الحساسه والدهنيه والجافه والمختلطه، ما فيهوش اي، ولا يتعارض مع اي سان بلوك لو هي هتحط السان بلوك الصبح، ولا اي كريم هي بتستخدمه، ما بيتعارضش مع حاجه خالص. طيب وبيمتص بسرعه جدا. فيري ويل ابزورب بسرعه فعلا. بالظبط. بس كنت بستاذن الناس انهم ما يحطوش غير ضغطه واحده تكفي، كفايه ضغطه واحده بالظبط. مش لان حتى اللي مصنعينه الكيميائيين اللي مصنعينه كاتبين على علبه ورا ابلاي سمول كوانتيتي، يعني حطوا ضغطه واحده بس، ما تحطوش اكتر من كده، مش كتير لا خالص. يعني هو فعلا ضغطه واحده يوميا هيعالج لها مشاكل البشره كلها او حتى الرجل، وهيصغر في بشرتها شكليا 10 سنين بعد استخدامه سنه كامله.
وهي الفكره انه بيصغر في شكلين 10 سنين انه بيعالج المشاكل. المشاكل دايما بتدي شكل مهموم كده وبتدي سن بالزبط. اكبر وبتدي بالزبط. عجز طبعا لما انت بتعالجي التجاعيد بتعالجي الهالات السوداء بتعالجي النمش بتعالجي البقع بتشدي الجلد كل ده هيبين لك اصغر طبعا. وبالنسبه للناس اللي عندها 20 سنه بيديها نضاره وبيعمل لها وقايه من ظهور المشاكل دي كلها. يعني اللي عندها 20 سنه بتعمل وقايه والاوريدي كبرت وعندها تجاعيد بيعالج لها وبيصغرها في السن شكليا. كل مره بتبقى فيه المكونات دي في يعني متوزعه بشكل جيد. طبعا هو ال 120 مللي كل ضغطه فيها كل المكونات اللي انا قلت عليها. يعني اوريدي هو ايمالشن يعني البارتكلز دي مش بتترسب تحت اللي هي بارتكلز الذهب موجوده في الكريم كله. لان في عنصر من العناصر بيوحد الكريم كله يعني بيخلي كل الكريم هوموجينيس. محتاجه نعمل كده ولا رد ولا ثلاجه ولا رد ولا شمس ولا اسمعي ايه بيقولوا بيقولوا لي عايزين نحطه في الثلاجه. طب ليه عشان الكافيار مثلا؟ لا ما اعرفش هم خايفين من الشمس. قلت لهم لا هو اوريدي مصنوع ان هو يحتمل درجه الحراره لغايه 30-35 بس ما يتحطش في درجه حراره الثلاجه اللي هي 1 و2 و3 لا خالص لان يعني ممكن يفصل او حاجه. فهو بيتحط من 10 درجات ل 35 درجه ممكن 35 مفيش اي مشكله. الموضوع يبقى بانتظام يا دي. يعني في ناس بتقول انا مثلا حصل ظرف فتوقفت شويه ورجعت تاني. هو كورس يعني هو كورس يتحط كل يوم لو هي بتعمل تقشير او ليزر او كده بس تسيب فرصه 10 ايام لغايه ما الجلد ياخد وضعه الطبيعي وترجع تحطه تاني مفيش مشكله. انا بشكرك يا دينا على وجودك معايا وبشرتك مع ماسي. شكرا لضيفتي دكتور دينا ابو السعود المدير الطبي لماسي فارم. احنا حلقتنا خلصت وفقراتنا خلصت. عايزه اقول لكم انه انتوا ليكم صفحه على الفيسبوك لو اي حد عنده سؤال او استفسار يقدر يبعت لهم وابعتوا لنا احنا كمان على صفحتنا اتغير مع يومنا او تشينج وذ يومنا او يومنا طولا بالعربي او بالانجلش. اي سؤال او اي استفسار ببقى سعيده بتواصلكم معايا جدا. بنقابلكم كل يوم الساعه 3 والقعده بتكون 8 الصبح تاني يوم. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يومنا طولا. سلام عليكم.